السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، ومثل ما تشوفون اليوم درسنا الجديد عن الميتوكوندريا والبلاستيدات الخضراء. اليوم راح نشوف تعريفها وتركيبها على ماذا تحتوي. طبعا الميتوكوندريا هي عبارة عن تراكيب كروية أو خيطية عرضها بين نص إلى واحد مايكروميتر، وطولها قد يصل إلى 10 مايكروميتر. طبعا يختلف توزيعها ضمن الخلايا، حيث توجد الميتوكوندريا في جميع الخلايا حقيقية النواة، وهي تتباين في حجمها بحسب حجم الخلية التي توجد فيها. تحاط طبعا الميتوكوندريا مثل ما تشوفون بغشاء مزدوج، غشاء خارجي وغشاء داخلي. الداخلي هذا يتحول إلى هذه اللي تشوفوها الانبعاجات الداخلية اللي احنا نسميها الأعراف. طبعا هذه تزيد من المساحة السطحية الداخلية للغشاء الداخلي للميتوكوندريا. طبعا تعرف الميتوكوندريا بأنها بيوت الطاقة في الخلية، لما لها علاقة بإنتاج معظم جزيئات الأدينوسين ثلاثي الفوسفات أي الATP. إذا قل لك علل تسمية الميتوكوندريا ببيوت الطاقة في الخلية، إذا تقول لأن لها علاقة بإنتاج جزيئات الATP أي الأدينوسين ثلاثي الفوسفات، هذا مركب طبعا ذا طاقة عالية. إذن الوظيفة الرئيسية للميتوكوندريا هي التنفس الخلوي لاحتوائها على الأنزيمات التنفسية. إذا سألك لماذا تعد الوظيفة الرئيسية للميتوكوندريا هي التنفس الخلوي، شو تقول له؟ تنطي جواب إن لأنها تحتوي على الأنزيمات التنفسية. هسه موضوعنا الجديد اللي هو البلاستيدات الخضر أو الخضراء. طبعا البلاستيدات الخضراء حالها من حال الميتوكوندريا طلاب، شبيهة تعد من العضيات الخلاوية الحية اللي تحتوي على غشائين، أي غشاء خارجي وغشاء داخلي. بس من أريد أعرف البلاستيدات شو أقول عليها؟ أقول هي عضيات حية توجد في سيتوبلازم الخلايا النباتية فقط، لأن عندنا فقط النباتات هي تقوم بعملية البناء الضوئي، إذن البلاستيدات توجد فيها. زين، تختلف أحجامها وألوانها وأشكالها. عندنا مثلا ثلاثة أنواع من البلاستيدات، هي البلاستيدات الملونة والبلاستيدات عديمة اللون والبلاستيدات الخضراء. نجي هسه البلاستيدات الملونة، وهي التي تعطي ألوان أو صبغات مختلفة للأزهار والثمار. نجي عن البلاستيدات عديمة اللون، هذه تشكل مراكز لتحول سكر الجلوكوز إلى سكريات متعددة مثل النشا، أو تحويله إلى شحوم وبروتينات. إذا أقول لك ما هو تعريف البلاستيدات عديمة اللون، قل له هي مراكز لتحويل سكر الجلوكوز إلى سكريات متعددة مثل النشا أو إلى شحوم وبروتينات. مثلا عندنا بياض البطاطا على سبيل المثال ناتج عن وجود بلاستيدات عديمة اللون بكميات كبيرة ومليئة بالنشا. إذا أقول لك ما هو سبب لون بياض البطاطا بهذا اللون، تقول له ناتج عن وجود بلاستيدات عديمة اللون كميات شنو؟ كبيرة ومليئة بالنشا. نيجي هسه أهم شيء عندنا البلاستيدات الخضر، هي أهم نوعية من البلاستيدات الشائعة في النباتات، وهذه تحاط أيضا بغشاء مزدوج مثل ما قلنا، غشاء خارجي وغشاء داخلي، وتوجد فيها ما هنا موضح لنا وحبيبات نشا ومراوينا شنو صفائح القرانة اللي هي الواحدة تسمى بالقرانوم والسدا، هذه تشوفوها كلها أشرككم إياها. زين،
أي الفسح الموجودة بين الجرانة هذه تسمى بالسدى. طبعا السدى هي بها مادة سائلة شفافة تملأ الفسحة الداخلية للبلاستيدات وتحوي داخلها.